Geländewagen. 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 اسمه جي كلاس، نخلص تصوير. بس بالألماني هذا يعني. جلن شنو اصبر. Geländewagen. حياكم الله بقناة كارتمايز، معاكم علي، واليوم جبنا لكم الجي 63 الجديد، وراح اقول لكم شنو معنات الجي. كلاس بلش انتاجه من 1979، يعني صار له تقريبا 44 سنة على وجه الأرض. حافظوا على هالطابع، هالكاركتر. ما في جيب بالعالم كله تقدر تشوفه نفس هالجيب هذا. بيبانه لما تسكرها تشخ، صوت عالي. قفوله لما تقفل سيارة كأنك رامي بشوزن. تحس السيارة أنت مرتفع وايد عن العالم، تحسها مربعة حيل أكثر من باقي السيارات اللي هم الديفندر، الاف جي، الرانجلر، أيا كان جيب مربع راح تلقى هذا مربع أكثر منه. بالموديلات اللي طافت الجي كلاس كان دائما معروف إنه أوفرودي حيل، يعني حتى لو شكله كان مربع، حتى لو شكله كان من داخل فيه بعض المواصفات مالت اللكشري والفخامة وكذي، بس ما كانت وايد. بالجيل الجديد من الجي كلاس صار في تطور، خصوصا من الداخل، بشكل خيالي، شكل يعني ما تتصورونه. مجرد جلوسك داخل الجي كلاس السي 63، عفوا الجي 63، راح تلاحظ انك كانك قاعد في الاس كلاس. صارت الشاشات ضخمه، شاشتين بكل واحده بحجم 12.3 انش. السكان عليه ختم الاي ام جي. طبعا دام ان الجي 63 هذا معناته ان ماكينته هاند بيلت، مصنوعه يدويا في قسم الاي ام جي، اي ام جي ديبارتمنت في مرسيدس بنز. وطبعا الماكينه اللي عليه هذه 63 قبل كانت يعني 6.3، يعني ما كانت 6.3 بالضبط، بس المهم انها كانت 6.3. الحين لا، الحين صارت 4 لتر توين تيربو 8 سلندر، تولد 577 حصان و850 نيوتن متر من عزم الدوران. يدز هالباور هذا كله من جير 9 غيار، 40% قدام 60% ورا. يعني مجرد ما انت تحط ريلك انت على طول ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هو اول ويل درايف. جميل جميل لما اكون حاطه على السبورت وشون يحشر الغيارات. خلينا نخلي على الكومفورت شوي ونقعد نسولف على السياره وبعدين عاد نبلش بالثقيل. السيارة صار لها 44 سنة حافظت على هالطابع هذا اللي فيها، وكانت اقتراح من مهندس في من أيام النازية، قبل أيام ألمانيا النازية، كان اقتراح منه أن نسوي جيب يكون عابر للدول أو عابر للأراضي أو عابر للقارات مثل ما يقولون، كروس كونتري فيكل. عشان كذي يا الاسم الجي، الجي جلندفاغن. جلندفاغن هذا بالألماني معناته كروس كونتري فيكل. لما قالوا نبي نسوي سيارة شيء، نبي نسوي سيارة ما يوقفها شيء، وبنفس الوقت تكون سيارة قوية جدا جدا، بحيث انه يعني رؤساء الدول يسوقونها، المشاهير يسوقونها، الناس العاديين يسوقونها. طبعا هذا بعدين لما عطوها يعني قاموا يبيعون منها للخط المدني مثلا، من الناس مو بس العسكر، قبل كانت حق العسكر مثلا. وكان في طلب من شاه إيران أيام شاه إيران أنه يبي من هذا الجي كلاس حق العسكر عندهم، بس ما تمت هذه الطلبية لأن صارت الثورة في إيران وصارت انقلبت الدنيا وصار اللي صار، وما تمت الطلبية مثل ما هو كان يبيها الشاه. فظلت السيارة هذه تتناقل من جيل لجيل، شكلها نفس ما هو، تتغير شغلات بسيطة فيها بس تظل نفس ما هي. لما ينا حق الجي 63 الجديد اللي معانا اليوم،
تغير الموضوع هذا، قامت مرسيدس بنز ذكية حافظت على هوية السيارة من برا. لو تلاحظون السيارة لا زالت مربعة، إشاراتها فوق الكبوت هنا، يعني تشوفهم مو بالليتات أو بالدعامية نفس باقي السيارات أو مثل ما عادة إحنا نشوف، بس من داخل تغيرت تماما. يعني صار عندك غير الشاشات، صار عندك الكشنات الكشنات اللي هم المقاعد، صار فيهم تبريد، تدفئة، مساج. الفئة هذه اللي ويانا اليوم اللي هي فيها النايت إديشن، اللي هي هم إديشن 1 بعد أو الفيرس إديشن، يصير عليها بعض الأوبشن الزيادة اللي أنت ما تشوفها بالجي 63 الثانين مثلا اللي يون ستاندرد عليها. مثلا عندي لما ألف أنا يسار أو ألف يمين، البولسترز هذيل اللي هني يمسكوني. مثلا أنا لفيت يمين الحين، راح أنا أطيح لليسار، جسمي راح يتمايل لليسار، هذه تنتفخ وياي تمسكني، فتظل طول أنت طول الوقت يعني متماسك بكشنك ومرتاح بالمقعد ماسكك والأمور طيبة. كان في مشكلة قبل أن كانت السيارة من قدام ومن وراء سوليد أكسل، يعني الأكسلات عندها قطعة كاملة. في الجيل الجديد الحين قامت مرسيدس بنز وخلت اللي قدام نظام التعليق فيها نظام الاندبندنت اللي هو النظام المستقل. فليش سوت كذي؟ يعني هي يعني مرسيدس بنز قاعد تحاول طول عمرها أن تحافظ على هوية سيارة أن تكون أوفرودية قوية، ما يوقفها شيء. طبعا كلنا ندري ان السوليد اكسل او القطعه الكامله من نظام التعليق اذا كان امامي افضل للاوفرود، لكن مرسيدس بنز لما نزلت الجي 63 الاي ام جي الجديد قالت ان نبي نعطي قوه اوفروديه ومتانه وتحمل للسياره، مع ذلك نبي اللي يعني يقود هذه السياره يكون مرتاح فيها. فقامت من قدام خلت السيارة نظام مستقل، نظام التعليق منفصل ومستقل independent، وخلتها من وراء لازال على القطعة الكاملة اللي هي السوليد أكسل. لازال الجي 63 الجديد في ثلاث دفلوكات، دفلوك أمامي ودفلوك خلفي ودفلوك وسطي، وثلاثتهم تقدر تشغلهم وثلاثتهم يشتغلون من أروع ما يكون. يعني بالبر ما راح يوقفك شيء. أنا نادراً ما شفت سيارات أصلاً فيها هالكمية من الدفلوكات. يعني أغلب السيارات الحين اللي عندنا إحنا بهالزمن هذا تلقى فيها يا دفلوك يا دفلوكين بالكثير. الجي كلاس فيه ثلاث دفلوكات. بعض الشغلات الثانية اللي تحسنت بالجي 63 الجديد، الجلوس في المقعد الثاني اللي وراي الصف الثاني صار فيه مساحة أكبر. طبعا ناهيك انه تقدر يعني تتحكم في التكييف من وراء، تتحكم في التكييف للسائق، وتتحكم في التكييف للراكب، كل واحد منفصل عن الثاني، انت مرتاح تقدر تحط الحراره والبروده اللي انت تبيها. نفس الشيء عندك تبريد وتدفئه، نفس الشيء من وراء عندك تدفئه الكشنات. مساحه التخزين من وراء مساحه بصراحة على حجم الجيب تشوفها أنه يعني المفروض أنها تكون مساحة جدا ضخمة. هي المساحة مو جدا ضخمة بس مساحة ممتازة حق التخزين. شغلة إضافية حلوة أنا أشوفها، لما تقعد عيالك ورا راح يستانسون، لأن الدرايش في الصف الثاني الدرايش الخلفية مو أصغر من الأمامية، بالعكس كبيرة وضخمة جدا، وتحسسك أنه تقدر تطالع الدنيا كلها جنبك. فلما يقعدون العيال عندك ورا راح يرتاحون، راح يستانسون. احنا كلنا ندري ان العيال يحبون يطالعون من الدريشه، يطالعون السيارات، يطالعون وين انت مار، وين رايح، وين راد، يقولوا لك بابا شوف بابا شوف. فالقعده ورا وايد حلوه. دخول كرسي الاطفال اللي هو الشايلد سيت هذا صار هم بعد اسهل، لان المنافذ ملوت او القفول اللي تمسك الشايلد سيت موجوده بارزه، مجرد ما انك تحط السيت تركبهم تقدر تركب وياك الأطفال الرضع على سبيل المثال، أو اللي أصغر من مثلا سنة سنتين يقدرون يقعدون في هذا الكرسي. سيارة تبيني أقول لك أنعم من قبل وأريح سياقتها؟ نعم 100% أريح وأنعم من قبل، خصوصا الجيل اللي من قبل هذا فما قبل. يعني كان الجي كلاس وايد مثل ما يقولون فيه قرقعة، وتحس بكل طقة بالشارع، وتحس بقساوة وخشونة شوية، وما تحسه مريح كثر الجي الجديد. طبعا هذا كله يعود حق نظام التعليق اللي انا قلت عنه. والشغله الثانيه رنقات السياره هذه 22، احس ببعض الشغلات بالشارع احس، بس بصراحه هم افضل من قبل لو كانت رنقات اللي قبل اصغر منها. هذه شغله وايد حلوه.
في شغله ثانيه عندك اللي هي العزل، الهدوء. انت تشوف السياره هذه كانها قلعه قاعد تمشي، كانها قصر من كثر ما هي مربعه. سياره مربعه صح، وتدعم الهواء صح، بس بصراحه صوت الهواء مو مزعج برا، صوت الجار مو مزعج برا، ما تسمعه وايد يعني، يا دوب تسمع شيء بسيط. كل هذا لان جامات دبل السياره، عوازلها قويه، يعني ما شاء الله سياره من داخل توتالي ريفايند على قولتهم، سووا لها تجديد وتعديل وتحسين بالكامل بالكامل. البنزين عندك التانكي 100 لتر، لكن اذا بتحطه على السبورت بلس او الانديفيديوال وتقعد كل شوي تستانس بصوت الاكزوز الجانبي اللي هو السيجنتشر اكزوست مال الجي كلاس اللي دائما يكون على الجنب هنا عشان تسمعه، لا راح تشوفه ينزل قدام عينك. يعني السياره ثقيله، وزنها تقريبا فوق طنين ونص، سريعه، ماكينه قويه جدا، فراح تلاحظ شيء طبيعي ان البنزين بسرعه ينزل وياك. بس انا اقول دائما اللي يشتري سياره بهالقيمه ما راح يهمه مساله الوقود او صرفيه الوقود او انه يعني ابي شيء اقتصادي، نكون صريحين. يعني غير ان انت قاعد تسوق جي 63 الجديد، انت قاعد تسوق 4 لتر 8 سندر توين تيربو، ف 577 حصان مو شويه على جيب بهالقوه. شنو الاحساس فيه؟ الاحساس فيه هذا على الكومفورت. ما شاء الله ما شاء الله، ربط لساني والله العظيم. يعني في احساس، جربت وايد سيارات سريعه، جربت وايد وانيتات وجيبات قويه بال 700 حصان واكثر واقل. الاحساس اللي يعطيك اياه الجي مو نفس اي واحد منهم، واقولها بكل صراحه. نزلته هذه من ورا كانه مويل وقاعد يدوس ويروح، بصراحه شيء ممتع 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 جدا ممتع. شوفوا الحين انا قاعد الف يمين داش كوع، اليسار عندي انتفخت، اللي بالكشن البولستر اللي على اليسار انتفخت عشان تمسكني لا اطيح. الحين بلف يسار انتفخت عندي هذه صوب الاضلع هني عشان تمسكني انا شويه. شيء بصراحه يعني مدروس وبدقه، وشيء جميل جدا. طبعا هذا الباكج اللي اليوم عندنا فيه مساج، فيه اوبشن المساج بعد، فهذا شيء وايد حلو. سماعات البرمستر اللي عليهم من افضل ساوند سيستمات سمعتها في سيارات، سواء المرسيدس او غير المرسيدس. بصراحه يعني صوت الساوند سيستم جبار، حفله داخل السياره حق اللي يهمه الساوند سيستم ويهمه الاصوات النقيه والواضحه والعاليه. البرمستر يفوز 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 جدا. يعني هو صوت اكزوز عندك حلو، صوت الماكينه حلو، صوت السماعات حلو، كل شيء فيه حلو. ف انا اقول خل اروح اوقف واسمعكم يعني على قولتهم فاصل طربي صغير، تسمعون صوت الاكزوز مع انه عليه سوفت ليمتر، بس يعني اللي اقدر اطلع لكم اياه، واعطيكم كم لقطه تسارع، وبعدين اقول لكم كم شغله نهائيه واختم لكم الحلقه. الشغلات اللي ما عجبتني، خلنا بلش بالشغلات اللي ما عجبتني، لانهم شويه بخلص منهم بتكلم على طول من داخل. اول شيء لما تيجي تبي تدش لازم تمسك السكان عشان تسحب نفسك لداخل، لان السياره شوي رفيعه. يعني ما حطوا لك هني مسكه مثلا، لو كان في مسكه هني كان انت مسكت هني ودشيت على طول. بس الحين لو بدش يعني ما ادري امسك هذه وادش، هم شكلي غلط اني مقاول، لا اي كذي واقعد لازم امسك السكان. هذه شغله يعني ما ادري ما فكروا فيها يمكن، او لهم سبب ما حطوا مرسيدس بنز. الشغلة الثانية، خلنا أسكر لكم الباب. اسمع اسمع شوزن، قلت لكم الشغلة الثانية الشمسية. أولا أحسها شوي ما أدري شلون، يعني مو جلد ولا شيء، يعني فخم نفس فخامة الداخلية، يعني مو لايقة عليها. ثانيا ما تتطول، يعني إذا الشمس جايتك بهالشبر هذا اللي هني راح تضايقك وايد.
الشغله الثالثه فيها طبعا ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بس اذا وصلت الواير هني بالدرج وسكرت راح يعض الواير، ممكن يخرب لك الواير مع الايام، يعني ما في فتحه معينه بحيث انه او حرف معين شيء ان الواير يطب فيه بحيث انه لا ينشفس الواير او لا يتعور. هذه الشغلات اللي على السريع شفتهم اللي شوي ما يازوا لي بالسياره، بس شغلات عاديه، بس عشان اكون واقعي وصريح فلازم اقول لكم كل شيء شفته. الحين من الشغلات الحلوه، طبعا ما له داعي اتكلم، انتم قاعد تشوفون الشغلات الحلوه، يعني الداخليه الاحمر بس ود النابا ليذر، هذا شوف الكشن شلون شكله، شوف البولسترز شلون حلوين، الكربون فايبر كل مكان، الالومنيوم كل مكان، السكان جميل جدا، طابع الاي ام جي هني، البادل شيفترز من المعدن قوي وملمسه وايد حلو، فتحات التكييف كلهم فيهم اضاءه، الاضاءات اللي داخل تقدر تختار من 64 لون، شيء حلو بصراحه. الشاشات الضخمه هذه اللي قاعد تشوفونها، التحكم فيها بالشاشه اللي على اليمين من هذا اللمس والشاشه اللي على اليسار من هذه اللمس، تقدر تغير نمط العدادات وتقدر وايد شغلات، طبعا فيها نافيجيشن، فيها كل شيء، فيها الفتحه وفيها السماعه من هني لهناك لتحت للبرمستر، منتشر بالسياره بكل مكان، عشان شيء صوتها جدا جدا روعه. يعني حتى لو تشوفون هني وسقف السيارة، المواد والخامات المستخدمة داخل السيارة وايد حلوة، يعني كشخوا الجي كلاس بشكل جذري، يعني اللي يشوفه من برا يحسه للحين محافظ على الطابع القديم الريترو ستايل على قولتهم، بس من داخل تغير تماما. هني لما قلت لكم ما عندي مكان امسك عشان اركب السيارة، شوفوا الراكب اليمي شنو عنده، هذه يعني حاطين له بس مو حاطين حق السايق انه يركب داخل السيارة، لازم تمسك السكان وتشد نفسك لداخل. ساعة الاي دبليو سي، اهل الساعات يدرون ماركة اي دبليو سي جدا جدا، يعني من الساعات الفاخرة والفخمة، حاطين لك اياها هني داخل المرسيدس، حاملين الاكواب مني مكان السويتش، في منفذ الولاعة، وفي عندك طبعا التحكم اذا ما تبي عن طريق اللمس هني بالسكان، عندك عن طريق هذه التاتش باد او الفرارة اللي هني، في كذا مكان. يعني انا اليوم يعني اجرب السيارة واحاول اني اتحكم من هني، التحكم فيها يعني نوعا ما عادي، مو سهل ولا صعب، بس اتوقع اللي يشتري السيارة مجرد يعني فترة زمنية بسيطة، اسبوع يمكن، وتعود على هذا كله وانت حاط ايدك مرتاح وتغير. هني تغيير الدايناميك مود اللي هو من كومفورت لسليبري اللي هو الزلق، لسبورت سبورت بلس والاندفجوال، هذيل الدفلوكات اللي موجودين هني، عشان اللي يشوف السياره من داخل لا يقول ان السياره يعني وايد رفاهيه وايد كشخه ومو مالت بر مو لا، انا لو عندي اياها انا شخصيا يا الله الله يرزقني ان شاء الله واحده، اذا عندي اياها راح ادش فيها بر وانا مرتاح، وراح اصعد فيها جبال وراح انزل، يعني سياره مجهزه بدفلوك وسطي مكتوب عليه رقم 1، الخلفي مكتوب عليه رقم 2، الامامي مكتوب عليه رقم 3، اتوقع حاطينهم مرقمين عشان انت اذا تبي تشغلهم لازم تشغلهم بالترتيب 1 و2 بعدين 3 كذي. خلينا نشوف القعده من ورا بس اوريكم المساحه شوي والقعده من الدبه. اول ما تبطل باب تلاحظ هني طابع الاي ام جي حاطين لك اياها وتضوي عشان حتى بالنهار او بالليل تقدر تشوفها. المواد المستخدمه قدام نفسها مستخدمه ورا، يعني الراكب في الصف الخلفي لا يقل اهميه عن الراكب في الصف اللي قدام. الحين هذه على قعدتي نفس ما هي، وهذا انا قاعد مرتاح، هذه مسافه الريل، ومسافه الراس طبعا ما شاء الله شاسعه جدا. اضاءات عندك، تحكم بالتكييف منفصل مثل ما قلت لكم، هنا عندكم نفس ستايل الطيارات، تحط اغراضك بالكيشن اللي قدامك، ومسند هنا. طبعا السياره من 5 ركاب مو 7 ركاب، في وايد ناس يمكن يقولون ان الجي كلاس اي في كشنين بالدبه عشان يصير 7 ركاب، لا الجي كلاس يجيك ب5 ركاب، فالقعده جدا مريحه. الظهر اللي انا الحين سادحه يجدم، ويعني تقدر ترفعه وتقدر تنزله وتقدر تطوي الكشنات هذه المقاعد هذه عشان تحط اغراض بالدبه. خليني اوريكم الدبه شنو يميزها. طبعا مثل ما الاضاءات من الامام الاي دي، اكيد بالخلف اضاءات الاي دي، وحاطين لك السبير اللي احنا نسميه سبير علاق متعلق على الباب، والهوك اللي هو الرمانه حق القلص، طبعا يقلص 3 أو 3.5 طن تقريبا، فحتى بالقلص سياره قادره واكثر من قادره ما شاء الله. شوف حتى الباب الخلفي شلون حاطين لك التطريز النابا ليذر مع الخامه اللي هني، يعني مهتمين بادق التفاصيل، يمكن نسوا كم تفصيل اللي تكلمت عنهم قدام
ما ادري نسوه ولا لا، هذه ملاحظاتي على السياره. غير كذي عندك هذه الشبك اللي تقدر تحطها بحيث انه يفصل اغراضك، وعندك هذا الغطاء اللي موجود طبعا وهم ينشال، ومثل ما قلت لكم هذه الكشنات اللي هني تقدر تطويها وتحط الاغراض الطويله اللي عندك او الكبيره، بس راح تواجهك مشكله صغيره اللي هي هذه العتبه. هذه يمكن ما راح تخلي الاغراض يعني بكل اريحيه تندز لداخل، لازم ترفعها عشان تدز الاغراض لداخل شويه. بس غير كذي السياره هذه هي من ورا، مساحتها مو كبيره جدا، بس الحلو فيها انها عاليه وايد، فتقدر تحط اغراض فوق بعض او شيء مرتفع، شيء طويل يعني مثلا شيء طوله متر، لوحه عندك ولا شيء تبي تحطها تدش وما في اي مشكله. هني مثل ما قلت لكم محافظة السيارة على هويتها، يعني هذه موجودة منذ قديم الزمان، يعني تخيل الإشارات فوق الكبوت صايرين هني. النايت إديشن اللي هو يصير الليت هذا البلاستيك هذا باللون الغامق شوية شيء كنا بلاك أوت صاير، الدعامية تصير نفس الشيء كذلك باللون الأسود، تحس السيارة طمس أسود كلها كأنها مالت رئيس عصابة، بس إن شاء الله. المهم وهي ايضا فيرست اديشن. الفيرست اديشن اللي هو اي عليه الاطار هذا الاحمر، هذا مو الحمايه مالت الرنجات اللي هو يعني الناس يركبونها، هذا اي من الوكاله. وطبعا كان اي هني هم في خط احمر وهني في خط رمادي، بس راعي سياره شايله ما عجبه فخلى بس هذا الاطار الاحمر اللي حول الرنجات. الرنجات ب 22 نفس ما تشوفون، في كذا رنجات تي عليها، في ال 20 بعد، بس اليوم ويانا هذه الرنج ال 22. مثل ما قلت لكم بالقياده، هل تحس بكل طقه بالشارع؟ تحس ببعض الشغلات اي نعم، بس ما تحس بوايد نفس ايام قبل، يعني ما تحس ان السياره يابسه او قاسيه او ان طق داخل السياره تحس فيها كأنها قاعد تكسر، لا. انعم من قبل بمراحل، وكلها حق طبعا الفضل حق نظام التعليق المستقل. غير كذي السياره ما شاء الله من اروع ما يكون. اولا الله يبارك حق راعيها ويعطي خيرها ويكافي شرها، وما قصرنا جاب لنا سياره عشان نصور لكم اياها اليوم. السياره جديده، في ايامها كانت حول 80,000 دينار كويتي، سعر انا اشوفه على جي 63 يمكن شوي مبالغ فيه، لو شوي اقل كان راح يكون افضل ومناسب لها، لكن العالم كله يعني استخف مع كامل اسفي، صار الاسعار صارت خياليه. عموما ان شاء الله ما نكون قصرنا وياكم، ونشوفكم في حلقات قادمه مع عمور نصور لكم سيارات، واذا عندكم سيارات تبون تشوفونها اكتبوا لنا تحت في التعليقات، ومن هذه قبل هذه.